اتكلمت الحلقة اللي فاتت عن السيركت بريكر وعملت بلاي ليست جديدة اسمها كلاسيك كنترول وحطيت حلقة السيركت بريكر فيها كأول حلقة، وكنت بحضر الحلقة دي ان انا اكمل شرح السيركت بريكر، ولكن قلت خلينا نعمل الحلقة دي كنوع من التغيير بطريقة عملية بحيث ان الناس ما تملش، وابين فيها طريقة توصيل دايرة الباور ودايرة الكنترول سيركت بتاعت الموتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مقدمة من قناة رقميات. لو كنت جديد على القناة اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك تنبيهات بكل الفيديوهات الجديدة، وياريت تتابعنا على صفحتنا على السوشيال ميديا فيسبوك انستجرام تويتر لينكد إن، هسيب لك كل اللينكات في خانة الوصف. وزي ما قلنا النهاردة هننفذ دايرة الباور ودايرة الكنترول سيركت للموتور اللي قدامنا دوت. بس قبل ما نبتدي الشغل العملي حابب أشرح نقطة مهمة جدا في شغل المصانع. وزي ما قلنا لأي موتور عندنا دايرتين، هي دايرة الباور ودايرة الكنترول سيركت. وزي ما ذكرنا قبل كده في حلقة من الحلقات السابقه انواع الستارتنج للموتور، وكان في منه الاونلاين ستارت او الدايركت اونلاين ستارت. والدايركت اونلاين ستارت هو في الغالب بيبقى معظم المواتير اللي في اي مصنع متوصله دايركت اونلاين ستارت، وفي طبعا بعض المواتير بتبقى متوصله سواء في اف دي او متوصله ستار دلتا او متوصله باوتو ترانسفورمر او متوصله بروتور ستارتر او متوصله بسوفت ستارتر. اما بالنسبه لدايره الكنترول فكل مصنع بتلاقي عنده كنترول فولتج معين. في مصانع بتبقى الكنترول فولتج بتاعها 220 فولت اي سي، وفي مصانع بتبقى الكنترول فولتج بتاعها 110 فولت اي سي، وفي مصانع بتبقى كنترول فولتج بتاعها 24 فولت دي سي، وفي مصانع بتبقى كوكتيل بتلاقي ستيشن 220 فولت اي سي وتلاقي ستيشن ثانيه 110 فولت اي سي. وده انا دايما ما بحبذوش، بحب دايما توحيد الكنترول فولتج بحيث ان الدروينج تبقى واحده للالكتريشن لو حب يشيك في اي ستيشن ما يتلخبطش. وده معظم الكنترول فولتج ان انا اعرفه. لو في حد منكم شاف كنترول فولتج تاني يا ريت يكتب لنا في الكومنتات بحيث ان الناس كلها تستفيد. طيب واحد يسالني يقول لي ايه الفرق بين الكنترول فولتج 220 وال 24 فولت؟ الفرق ان انت هتختار بعض الكومبوننت اللي عندك على حسب الكنترول فولتج بتاعك، بالاضافه الى انك هتختار البي ال سي ميديولز على حسب الكنترول فولتج اللي عندك. لو عندك الكنترول فولتج 24 فولت دي سي هتستخدم الكونتاكتور، الكويل بتاعه بيشتغل ب 24 فولت دي سي. هتستخدم الانديكيتور بالب اللي بيبين لك اذا كان الموتور شغال او واقف، هتستخدمها 24 فولت دي سي، بالاضافه الى بعض الميديولز في البي ال سي، لانك هتاخد الانديكيشن من الدايره بتاعتك توصلها بالبي ال سي، ففي بعض الميديولز هتتغير في البي ال سي على حسب الكنترول فولتج بتاعك. وده اللي هنوضحه الحلقه الجايه ان شاء الله، هنوصل الدايره اللي قدامنا ديت بالبي ال سي الحلقه الجايه. واحنا هنا دلوقتي في توصيلنا هنستخدم طبعا الموتور سنجل فيز، لان انا بصور في البيت في الاستوديو فما عنديش اي 3 فيز، فده موتور سنجل فيز 220 فولت اي سي. وهستخدم الكنترول فولتج اللي خارج من الباور سبلاي دوت اللي هو 24 فولت دي سي. وهنزل قدامك دلوقتي الالكتريكال دروينج للباور سيركت وللكنترول سيركت بالطريقتين، ويا ريت تعمل سكرين شوت منها وتطبعها او ترسمها بايديك على ورقه بحيث ان انت تقارن معانا بين الالكتريكال دروينج اللي قدامك وما بين الشغل العملي اللي احنا بنعمله. وتعالوا معانا نبدا الطريقه العمليه ونوصل اول حاجه الباور سيركت. طيب زي ما موضح قدامنا هنا عندي اللاين وهنا النيوترال، ده خط ال 220 جاي دايركت من الكهرباء. من ال 220 هناخد للسيركت بريكر لدخل السيركت بريكر، من دخل السيركت بريكر هنطلع على الكونتاكتور، ومن الكونتاكتور على الاوفرلود. طبعا انا محضر كل حاجه هنا بالشكل اللي انتم شايفينه دوت علشان ما ناخدش وقت في التوصيل وكده، فنقول بسم الله. طبعا اول حاجه لان دي كهرباء وزي ما احنا بنقول ان الكهرباء منهاش كبير، لازم نتاكد واحنا شغالين ان دايما الكهرباء اوف، ان مفيش اي كهرباء في الخط، فنتاكد هنا ده بالتستر اهوت. وممكن نتاكد كمان من باب السيفتي بالمالتيميتر. نوصل اول حاجه هنا اللاين، هنا احنا وصلنا اللاين والنيوترال، نوصله بالسيركت بريكر اللي عندنا. طيب نيجي بعد كده قلنا ان خارج السيركت بريكر بيدخل للكونتاكتور، طيب بعد كده هنوصل من خارج الكونتاكتور لدخل الاوفرلود. طيب نلف بقى الناحية التانية علشان نوصل الموتور بتاعنا، هنوصل الموتور بتاعنا بخارج الاوفرلود.
طيب تمام كده. كده احنا وصلنا دايرة الباور زي ما احنا شايفين، ادي ال 220 فولت اللي عندنا اللي هو اللاين والنيوترال متوصلين بداخل السيركت بريكر، ومن خارج السيركت بريكر للكونتاكتور، ومن خارج الكونتاكتور للاوفرلود، ومن الاوفرلود للموتور بكل بساطة زي ما احنا شايفين. كده عملنا اون للكهرباء، خلينا نتأكد ان في كهرباء. هنا التستر نور، بمجرد ما الكونتاكتور يعمل اون المفروض ان الموتور يشتغل. فعليا مجرد ما الكونتاكتور انا عملت اون فورسد، انا عملت له فورسد اون بالسويتش بتاع الكونتاكتور نفسه. دي دايرة الباور الطبيعية للموتور، هي سيركت بريكر كونتاكتور اوفرلود وبعد كده الموتور. طيب دلوقتي خلصنا توصيل الباور سيركت، وهننقل تاني حاجة على دايرة الكنترول سيركت. ودايرة الكنترول سيركت هنوصلها بطريقتين. اول طريقة اللي هو هنستخدم فيها بوش بوتون واحد، بمجرد ما نضغط البوش بوتون دوت الموتور يشتغل، مجرد ما شلنا ايدينا الموتور يفصل، ودي دايرة بسيطة جدا. تاني طريقة معانا هنوصلها عن طريق اللاتش، بمعنى ان احنا هنستخدم اتنين بوش بوتون، بوش بوتون اون وبوش بوتون اوف. البوش بوتون الاولاني هنضغط عليه الموتور هيشتغل، لو شلنا ايدينا الموتور هيفضل شغال. البوش بوتون الثاني هنضغط عليه يعمل اوف للموتور. تعالوا نشوف الطريقتين. دايره الكنترول بكل بساطه هي بتبقى عباره عن فيوز او سيركت بريكر وامرجنسي ستوب وبوش بوتون. الخارج بتاع الباور سبلاي اللي 24 فولت، البوزيتيف هيدخل على السيركت بريكر، ومن السيركت بريكر على الامرجنسي ستوب، ومن الامرجنسي ستوب على البوش بوتون، ومن البوش بوتون على الاوكسيلري بتاع الكونتاكتور، ومن الاوكسيلري بتاع الكونتاكتور هيدخل على الماينس. كده يبقى احنا قفلنا دايره الكنترول. فخلينا نشوفها مع بعض دلوقتي. طبعا انا عامل هنا لو لاحظتوا في الباور سبلاي انا واخد منه هنا البلس والماينس، موصلهم على تيرمينال بحيث ان انا اخد من التيرمينال واير على طول لي اللي انا هحتاجه. فهاخد من هنا دلوقتي اهو، يبقى كده هنا انا خدت البلاس، هوصل البلاس هنا بالكنترول سيركت بتاعتي بالسيركت بريكر او الفيوز ايا كان هتستخدم ايه. ومن السيركت بريكر هناخد للامرجنسي ستوب، الامرجنسي ستوب هنا فيها الاوكسيلري اللي هو نورمالي اوبن ونورمالي كلوز. دايما الامرجنسي ستوب بتبقى نورمالي كلوز بحيث ان انا تبقى دايما موصله وهي في وضع الريليز. لما احب اقطع دايره الكنترول بقوم دايس عليها كده فهي تقطع دايره الكنترول، فدايما الامرجنسي ستوب بتبقى متوصله على النورمالي كلوز. فهنوصلها دلوقتي على النورمالي كلوز. دلوقتي وصلنا الامرجنسي ستوب على النورمالي كلوز، هناخد من الامرجنسي ستوب ونوصل للبوش بوتون. طيب احنا عندنا هنا ده البوش بوتون، والبوش بوتون برضو فيه اتنين تيرمينال، واحده نورمالي كلوز واحده نورمالي اوبن، وفي الطبيعي احنا هنوصل دوت نورمالي اوبن. طيب دلوقتي هنوصل ده الخارج من البوش بوتون بالـ A1 في الكونتاكتور هنا. كده وصلنا البوش بوتون بالـ A1، ومن الـ A2 هناخد ونقفل الدايرة على البارد دايركت من الباور سبلاي. يبقى كده احنا وصلنا الماينس من الباور سبلاي، المفروض ان احنا نوصله على الـ A2. طيب احنا دلوقتي مشغلين وجي حد داس امرجنسي، المفروض انه الدايره بتاعتنا تفصل. انا دست امرجنسي دلوقتي وما زلت دايس، ولكن الدايره فصلت لان ال 24 فولت فصل. لو عملت ريليز للامرجنسي ستوب، لو عملت ريليز للامرجنسي ستوب وانا ما زلت دايس على البوش بوتون، المفروض انه هي هتشتغل على طول دايركت زي ما موضح قدامنا. مجرد ما اشيل ايدي الكونتاكتور يفصل. وكده نكون وصلنا الطريقه الاولى لدايره الكنترول سيركت باستخدام بوش بوتون واحد، وتعالوا معانا نشوف الطريقه الثانيه باستخدام اثنين بوش بوتون لاتش سيركت. طيب دلوقتي هنستخدم اثنين بوش بوتون زي ما قلنا، واحد للاون واحد للاوف. الاون هيبقى متوصل نورمالي اوبن مع اي نقطة نورمالي اوبن في الكونتاكتور، والاوف هيبقى متوصل نورمالي كلوز مع بقية الدايرة زي ما كان متوصل طبيعي في الأول.
دلوقتي احنا وصلنا دايرة اللاتش. دايرة اللاتش هي عبارة ان احنا جبنا اتنين بوش بوتون، واحد نورمالي اوبن والتاني نورمالي كلوز. النورمالي اوبن متوصل بارلل مع الكونتاكتور في نقطة نورمالي اوبن، والنورمالي كلوز متوصل وقافل الدايرة. دلوقتي نعمل اون للبريكر، وعايزين نشوف دلوقتي المفروض ان احنا لما نضغط هنا الموتور يشتغل، نشيل ايدينا الموتور يفضل شغال. دلوقتي احنا دوسنا هنا الموتور اشتغل وفضل شغال لما شلنا ايدينا، مجرد ما ندوس هنا الموتور يفصل. يبقى كده دايرة اللاتش ده اون وده اوف. ليه بقى هنا لما بندوس هنا الموتور بيشتغل وبعد كده الموتور يفصل؟ طيب لما بنوصل اتنين بوش بوتون، اللاين بيمشي من هنا للسيركت بريكر للامرجنسي للبوش بوتون ده، من البوش بوتون ده بيروح على نقطة النورمال كلوز هنا، والنورمال كلوز بيروح على الاي 1، والدايرة الاي 2 مقفول بالنيجاتيف، فالدايرة كده مقفولة. طيب ليه لما بشيل ايديا الموتور ما بيفصلش؟ لما بشيل ايديا الموتور ما بيفصلش لان الباور دلوقتي خد طريق تاني، وهو عن طريق ان اللاين ماشي من السيركت بريكر للامرجنسي للبوش بوتون بارلل معايا على نقطة النورمالي اوبن هنا، وبعد كده من النورمالي اوبن هنا رايح تاني على النورمالي كلوز، رايح على الـ A1، ومن الـ A1 رايح على النيجاتيف الـ A2. فكده لذلك الموتور وصل له الباور عن طريق البارلل اللي احنا وصلناه بالبوش بوتون ده. ندوس على البوش بوتون الثاني الموتور يفصل، وبكده نكون وصلنا دايرة الباور لموتور سنجل فيز 220 فولت، وعرفنا ان الكومبوننت الرئيسية فيه هي سيركت بريكر كونتاكتور اوفرلود، وبنوصل من 220 للسيركت بريكر، من السيركت بريكر للكونتاكتور، ومن الكونتاكتور للاوفرلود، ومن الاوفرلود للموتور على طول. بعد كده وصلنا دايرة الكنترول، وصلناها بطريقتين. الطريقة الأولى وهي بوش بوتون، مجرد ما نضغط الموتور يشتغل نشيل ايدينا الموتور يفصل زي ما عملناها في الأول، وبعد كده وصلناها بدايرة اللاتش اللي هو باستخدام اتنين بوش بوتون، ندوس على البوش بوتون دوت الموتور يشتغل، وندوس على البوش بوتون اوف الموتور يفصل. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، ويا رب نكون قدرنا نوصل المعلومة، ونشوفكم في حلقة قادمة معلومات مفيدة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.